خلينا نروح لحديقة الطفل اللي شهدت إقبال كبير من جانب المواطنين والأسر المصرية في أيام العيد. أطفال وشباب وبنات كانوا كلهم موجودين هناك علشان يستمتعوا بأجواء وأيام عيد الفطر المبارك. العيد يعني جناين مفتوحة، العيد يعني خروجات، العيد يعني عادية. خلينا نشوف مظاهر الاحتفال في حديقة الطفل في سياق التقرير الجاي، ونرجع نكمل معكم باقي حلقتنا. كعادتها في كل عيد، استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، وده بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقة ألعاب الأطفال. الحديقة طبعا عبارة عن مساحتها 22 فدان، بها أنشطة عديدة، ملاعب أطفال جميلة جدا، في مطاعم، كافتريات، كافيهات، في مطاعم خارجية تخدم الجمهور. الحديقة تم تطويرها السنة اللي فاتت، وطبعا بها طبعا تطوير شامل من مشايات، كهرباء، إضاءة، مية، رشاشات مية، يعني خضرة، تغيير النجيلة بالكامل. حديقة الطفل هنا من أميز حدائق المشروع عندنا، في أماكن خضرة كتير والزرع زي ما انت شايف حضرتك كده، الجنينه مجهزينها لاستقبال الجمهور، عندنا ملاهي وكافيهات وجميع سبل الراحه يعني للجمهور. احنا نازلين النهارده علشان بنقدم خدمات الاسعافات الاوليه في الحديقه هنا، ماشي. وده مش بيتم هنا بس، ده احنا كمان الكلام ده كله بيتم على مستوى الجمهوريه في خلال الفروع بتاعت الهلال الاحمر المصري كلها، متغطيه الحدائق كلها اذا كان هنا، وفي برضه تيم في الحديقه الدوليه، فاحنا بنغطي الحدائق، بنقدم خدمه الاسعافات الاوليه لاي مصابين، لو حد وقع من الاطفال لا قدر الله لاي حاجه. وعندنا بنقدم لو في حد محتاج ان هو يتنقل للاسعاف، ده متاح برضه عندنا، بنتواصل مع وفد العمليات المركزيه وهم بيقدموا لنا عربيه الاسعاف. حديقه الطفل بتوصل مساحتها ل 20 فدان، وبتتميز بالمساحات الخضراء، ده غير توفير مسارات للمشي والجري واماكن مريحه للجلوس، وكمان مناطق لالعاب الاطفال ومنطقه مطاعم، وده اللي بيخليها خروجه مناسبه لكل الفئات والاعمار. لا انا دي ل 11 سنه بجهد، دي ل 11 سنه بجيب ولادي واجهد، الدنيا تمام والدنيا زي الفل هنا تمام. حديقه ممتازه ونظيفه والدنيا يعني حلوه الحمد لله، والاولاد مبسوطين بالحديقه استعدادات بتتم في مختلف الحدائق لاستقبال المواطنين طوال ايام عيد الفطر المبارك، وده عن طريق اجراء اعمال الصيانه والتطوير عشان تكون جاهزه لاستقبال الزائرين. جيرمين ابراهيم، صباح الخير يا مصر.